إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الاثنين المقبل. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقد مؤتمر الاثنين المقبل، وذلك لإعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتزامن مع انقباض تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الأولى الخميس الماضي. بدأ مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق في فرز رغبات الطلاب المسجلة على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك تمهيداً لوضع الحدود الدنيا للقبول بالكليات في ضوء الطاقة الاستيعابية المقرر قبولها في كل كلية.